اشكال رائعه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها غادي يعجبكم بزاف، يعجبكم بزاف الاشكال. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم. اليوم غنصوبوا الاكسسوارات كما عودتكم ديما. غنصوبوا جوج اشكال. في الشكل الاول غنستعملوا اللوزه كريستال وخيط الزبيب والزمرد. نبداو على بركه الله الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا كنلصقوا اللوزه هي الاولى في خيط الزبيب، وعاد كنركبوا الزمرد ديالنا. كيجي شكل اللي رائع، شكل اللي زوين بزاف، شكل اللي كنتمنى انكم تجربوه. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، ولا كنتي اول مره كتشاهدني ما تنساش تابون عندي في الفيديو، ولا عجبو المحتوى ديالي ما تنساش انه يدير تعليق. شكرا لكم بزاف، غنكملوا الفيديو ديالنا. Thank you.
الشكل ديالنا كيجي شكل رائع بزاف وزوين بزاف كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا شكل رائع واخا كياخد شويه ديال الوقت ولكن النتيجه كتكون رائعه بزاف. كما شفتوا معي في الشكل الاول دابا غندوزو الشكل الثاني ديالنا اللي غنحتاجو فيه الكريستال والجوهر. الشكل اللي زوين حتى هو واللي تنصحكم انكم تجربوه كيجي زوين بزاف سورتو في لي سواري فاش كنمشيو لي سواري انا كنصحهم انهم يلبسو كيجي يعطي منظر زوين وكيجي مع اي لبسه لبستيها كيجي رائع بزاف.
بعد ما سير الاشكال ديالنا بجوج هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا كيجي رائع بزاف الشكل اللي زوين بزاف اللي كنصحكم انكم تجربوه. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. السلام عليكم.